السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الخطباء يرتل الآيات ويغير صوته بها أثناء الخطبة، فهل فعله هذا مشروع؟ في فرق بين قراءة الآية للاستشهاد وقراءتها للتلاوة. اللي يقرأها للتلاوة يرتلها، اللي يقرأها للاستشهاد ما يحتاج إلى ترتيل، لأن هذا يأخذ الوقت على الناس وقد لا ينتبهون للمطلوب من الإتيان بالآية، حسبونه تلاوة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقراءة قراءة القرآن على قسمين، قراءة تلاوة هذه ترتل، أو قراءة استشهاد هذه ما يحتاج إلى ترتيل. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.